ازيك كابتن؟ مساء الفل. مساء الفل عليك ومساء الفل على كل الناس اللي بتشوفنا. كم سؤال سريع بس، توقعاتك ايه لمشوار منتخب مصر في كاس الامم؟ يعني قبل التوقعات، هي امنيات ان شاء الله باذن الله. اكيد امنيات ان شاء الله ان منتخبنا يحقق البطوله الثامنه، واعتقد ان بقى عندنا جيل من الخبرات واللعيبه دلوقتي ان هي يسمح لها ان هي تقدر تحقق البطوله. وصلوا في 17 ووصلوا في 21، ان شاء الله التوفيق ربنا سبحانه وتعالى كلنا معاهم، ان شاء الله يحققوا البطوله باذن الله. توقعاتي بطوله، اكيد بطوله صعبه جدا، اكيد في منافسه قويه ما بين كل الفرق. انت بتتكلم على فرق كتير كبيره، منتخبات كبيره، بتتكلم على المغرب منتخب من المنتخبات القويه جدا، بتتكلم على السنغال، بتتكلم على نيجيريا، بتتكلم على الكاميرون، بتتكلم على منتخبات كتير، منتخبات قويه. فالمشوار صعب جدا، ولكن قادرين ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طب مين هيبقى في النهائي؟ اكيد اتمنى مصر واي حد تاني في النهائي يكون موجود معاه باذن الله. مين الحصان الاسود بتاع البطوله؟ والله في اكتر من فئه ظهر بشكل كويس، بس لكن انا اتوقع بوركينا فاسو هي اللي ماشيه بشكل كويس. في جامبيا كمان بتشتغل بشكل كويس، ولكن ممكن انا اتوقع ان بوركينا فاسو من الفئه اللي عندها لعيبه مميزه وممكن تكون الحصان الاسود. طب منتخب عربي تتوقع خروجه بدري من البطوله؟ لا، ما يعني اعتقد ان كل المنتخبات العربيه هتروح لدور ال 16 او دور ال 8، دور ال 16 بالتحديد يعني. ان شاء الله. لاعب طيب تتوقع انه يكون هداف البطوله؟ لا، ما اقدرش احكم مين يكون هداف البطوله، يعني بيبقى صعب جدا طبعا التكهن بحاجه زي كده، انما لان في ماتشات ممكن تبقى سهله، تلاقي لعيب ممكن يجيب جونين وثلاثه في ماتش وكده، ما يعني صعب التكهن بمين يكون هداف البطوله. طب لاعب هيكون مفاجاه مثلا، يبقى متالق في البطوله؟ في لاعبين كتير ممكن يكونوا مفاجاه، ولكن اتمنى من مصر يكون امام عاشور يصنع الفايق مع المنتخب ويكون مفاجاه البطوله باذن الله يا كابتن. طب كان عندك بقى انت مشاركات كتير في كاس الامم، كلمنا عن ابرزها كده. لا يعني كل المشاركات اللي انا شاركتها مع المنتخب كلها مشاركات طبعا انا بعتز بيها وبتشرف بيها، ولكن 98 هي طبعا، والهدف اللي هو في النهائي انا اعتقد ده، لان ده هو البدايه الحقيقيه بتاعتي. طيب يا كابتن، شكرا يا كابتن حبيبي.